بنكمل نحن وياكم صباح اليوم. لليوم السبت طبعا، وسيم دايما جاهزة كل يوم سبت لتخبرنا موضوع جديد عن الحيوانات الأليفة وغير الأليفة طبعا. فأزن مش الحال؟ طلعت البومب كل مره بصير على البومب بنساها حتى بتلاقينا هيك ناطرين. اوكي بلشنا. فيكم تتابعوا سيم بقى على اليوتيوب شانل الخاصه فيها سيم دي كي، كل المواضيع وكل حلقاتنا وكلهم موجودين طبعا. كونوا كتار واعملوا لها طبعا سبسكرايب على الصفحه الخاصه فيها. ثانك يو. صباح الخير جوزيف. صباح الخير كل المشاهدين. مثل ما كنت عم بتقول، كل الاشخاص اللي بهمهم يتابعوا نصايح عن الحيوانات الاليفه يعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل تبعنا سيم دي كي، وبالتالي حلقاتي انا وياك كلها موجوده هونيك. والانستغرام بيسالونا اسئله، واللي بحب سيم كمان في يعمل سبسكرايب لو ما بحب الحيوانات الاليفه كمان. ليش لا رح اترك عليك. موضوعنا اليوم هي ضربه الشمس يلي بتصيب كثير من الكلاب، وكمان بتصيب ببعض الحالات البسينات. صح كمان. صح. بقى انتبهوا كثير منيح من حيواناتكم هلا بالصيفيه من ضربه الشمس. شو قصه ضربه الشمس؟ ضربه الشمس جوزيف مثل ما شايفين انه شوب كثير، خاصه هلا ببلادنا رطوبه بتزيد بتصير عاليه. صح. ولا سوء الحظ الحالي عم بتخلي انه في كثير تقنين من موتورات الكهرباء وما في اي سي وما في مكيفات، فبتزيد نسبه الهيت ستروك. هيت ستروك هي ضربه الشمس. مش ضروري من الشمس اذا في شوب كمان، يعني هذا في شوب كمان. هلا بالاكثريه بتجي بالشمس. بس كمان في اشياء لازم نتبعها لها، يعني اذا بتجي بس من الشوب ومش من الشمس يعني كلنا لازم يكون عندنا اياها. اي هلا هلا ليك على طول بالليل احسن من النهار. انت حتى بالليل مع انه كمان ما فينا ننام بلا اي سي بالرطوبه شوب، بس بنهار خطره اكثر بوجود الشمس طبعا. مثل ما كنت عم تقول هلا في طبعا كل كلب بيتفاعل بشكل مختلف للحراره. شو بنشوف عليه؟ شو بنحس؟ والله في علامات مبكره بتدلنا انه حيصير معه هيت ستروك. هلا ليه هي كثير خطره؟ الهيت ستروك بظرف 10 دقائق في الكلب يطب ويموت. نعم. وخلص ما فينا نعمل له شيء. ودغري دغري يعني بيتأثروا الكلاب. وبالصيفيه في كثير بتصير حوادث، الناس بينسوا كلابهم بال سيارة، بيفتحوا الشباك شوي وبيستخفوا بفكروا أن الكلب بيتحمل، ولكن هو أضرب منا من هالناحية. ما عنده غدد عرق، يعني كيف بيرجلش حرارة جسمه؟ بس من خلال اللهث، لما يلهث يعمل هيك. صح. بس هيدا هي بيرجلش حرارة جسمه. وعنده غدد عرق على ايديه، ولكن هولي اذا وصل لمرحله انه صاروا رطبين ايديه يعني بلشت الهيت ستروك. فشو هي العلامات المبكره لتدلنا انه في عنده الكلب ضربه شمس؟ اول شيء بنشوف اللثه تبعيته. ايه هولي انه هيك، بس انه عم نحكي عن الكلاب بشكل عام بالصيفيه. حبيت زينين للاستوديو. بتعرف ليش لا؟ لانه ليش لا؟ هلا هولي على البحر بينزلوا على المي ببوردوا، في كثير كلاب بحبوا المي عن جد، وكثير اكزرسايز منيحة لقلون ولقلنا. فأول شيء منشوفه أنه اللثة اللي عنده للكلب هلأ مرات بتكون سودة، سو منفتح له شوي تم ومنشوف إذا حمرة مثل الدم لونه صار. هيدي أول علامة أنه بلشت الهيت ستروك، بتكون حمرة حمرة مثل الدم هون حول تمه، أو إذا فتحنا له شوي شفته حمرة مثل الدم. هلأ تاني إشارة بتدل أنه عنده كلبنا هيت ستروك بيريل، بس الريق تبعه بيصير مثل يعمل بوالين وبمطمط، يعني مثل مغيطه. أوه. مش انه بنقط منه مي، خلص عم بمغط مغط يصير اكثر مثل سوليد، يعني عم بينشف، ببين بتحسه عم بينشف لما تشوف ريقه وعم بيموت، يعني عم ببلش كمان. طب هودي عم تقولي انت يعني علامات اوليه الواحد لازم ينتبه لها بالضبط، شو بنتصرف بالضبط لما نشوف هيدا؟ اذا حسينا هيك، كمان اذا دسينا بطنه كثير سخون، هول كلهم بدنا اول شيء نعمله نتاكد انه معنا مي، نشربه مي على طول على طول. وما نظهروا برات البيت بدون مي، يعني صار فيها الايام اشياء كثير مهضومه، مثل انه قنينه مي بتفتحها فيها صحنه منه وفيها صحنه. أوه. للمي نامن له مي على طول، ولما بدنا نظهر نجرب ما نظهره بوقت كثير شوب، يعني لما يكون الظهر ساعه. طيب بالشوب الكلب بحب مي المسقعه ليشربوا ولا ليسبح فيها؟ لا ليشربوا. ايه طبعا طبعا، اذا حطينا لهم ثلج بنشجعهم اكثر يشربوا. او اذا حط يعني كرمال هيك بنفضل انه اذا ما شرب ما لقينا عم يشرب كثير نغير له المي، نحط له مي بارده كل شوي. لنشجعه هو ما بيشرب انه قد البسينه، يعني البسينه بتعرف حالها اكثر. ولكن بنجرب ما نظهره كمان بوقت كثير كثير شوب، مثل بعض الظهريات
ظهروا الساعة 5 بعد الظهر، الصبح بكير، وكمان لما ظهروا ما نمشي تحت direct sunlight، يعني لما ما تحت الشمس كتير خطرة. نعم. تحت الشمس نجرب بالفاي، نروح على الفاي نمشي، ما نطولوا المشيات كتير، يعمل حاجاته ودغري نرجع نطلعه على البيت. نعم. يعني هو هي كلها كم أيام بالسنة وبس، يعني بعدين بنعمل له الاكسرسايز بغير أوقات، وأكيد ما نخليهم بالسيارة لحالهم أبدا أبدا، كتير خطرة. أنت عم تقولي إنه نشربوا مي إذا شفنا هودي ال ال الساينز الأولية، الإشارات، ما بنخدوا حكيم ما بيشوفوا. لا، اللي نشربوا مي هو لنتجنب على صحة السلامة نشربوا المي. نعم. هلأ إذا وصلت لبوينت أنه صاروا هالأشياء اللي عم نشوفها وعم بيلهت كتير، يعني هو بيلهت، نحن معودين على الرذم تبع لهته، بس إذا عم بيلهت أكتر من العادة ولاحظنا هالشي، لا ساعتها غير المي ممكن هو يكون وصل لنقطة أنه ما قدران يشرب المي وتعبان. أول شيء نعمله منجيب نحن منشفي مع مي ومنحطه على كل جسمه، بس مش مي تلج، لانه التلج اذا حطيناه بيعمل ثيرمال شوك، بيعمل شوك جسمه وما بيتحمل، ما بيسوى نحط له تلج ابدا، بس مي بارد نحطه على كل جسمه، نجيب مروحه عاديه نحطها عبال ما ناخده عند الطبيب البيطري. أوكي. ولازم يروح عند الطبيب لانه هو الطبيب بحط له مصل ليعطيه الفلويدز الضروريه. لك ليه بعرضه اكثر من لبسينات لقصه ضربه الشمس؟ طبعا بيمشوا على الطريق اكيد، وفي برافو عليك، وفي كلاب كمان يعني تتأثر أكثر، مثل كل كلاب اللي لونه غامق، يعني اللي أسود لونه تقريبا جيرمان شيبرد، دوبرمان، روت وايلر، هو اللي منشوفهم هو اللي بيتأثروا أكثر من الحرارة. في الكلاب اللي كتير كبار بالعمر، عمرهم فوق 10 سنين، دغري كمان بتضربهم ضربة شمس، أو أقل من 3 أشهر كتير صغار بالعمر. نعم. كمان هول لازم ننتبه عليهم. وآخر شيء الكلاب يلي وجههم بيكون أفطس لجوا، مثل بولدوغ، بوغ، هول هن أوريدي عندهم مشاكل تنفس. نعم. هول إذا ظهرناهم دغري يعني كتير خطر أنه نخليهم بالشمس. نعم. يعني حتى في منهم عندهم بوغ صغير بيفضلوا أنه يخلوا له بيبي باد بالبيت، يعملها بالبيت ما يظهر لبرا إذا كتير شوك. بس هو لازم الكلب يمشي بنهار 5 كيلومتر صحيا لعضلات جسمه؟ لا، هلأ حسب الكلب، في كلاب. نعم. بدهم أكتر، في كلاب بدهم أقل بكتير. نعم. ما بحاجة أن يظهروا هالطاقة. وكمان يعني في قصة الإكستريم تبع الوذر، إذا كتير أقصى البرد أو أقصى الشوب. نعم. كمان هولي مثل استثناء، ما فينا نظهرهم مثل ما نظهرهم بالعادة. نعم. أما البسينات مثل ما كنت عم بتقلي، البسينات كتير أحيان من الكلاب، وهن أولا بيرجلجوا حرارتهم بشكل مستمر أكتر لأنه بيلحوصوا جسمهم. ولما يجي الريق على الفرو تبعهم هيدا الشيء بيتخلص من الحرارة، وبالتالي هيك بيتخلصوا بيرجلجوا حرارة جسمهم، مش مثل الكلاب. أوكي. وبيوفروا طاقة أقل بكتير، بيناموا لهم شيء 20 ساعة يمكن بالنهار. أه. أنت بتشوف على طول البسينة نايمة خاصة بالصيفية، ما على جديد ليزي، ما على جديد تعمل شيء كتير. أه. عارفين حالة أنه هيدي الطاقة I want to preserve it، بدي أحتفظ فيها، يعني حاس بحساب أنه إذا مشيت زيادة رح شوي، بلا ضلني قاعدة، وحتى ما بتتضايق، بتلاقيها ملقحة بالشمس مرات. نعم. بتتشمس، سو ما بتفرق مع البسينة، بس الانتراكشن هي مع الكليب أكتر من مع البسينات، الاي كيو تبعهم أعلى. الانتراكشن سموه اي كيو ولا لا؟ فينا نقول اي هلا الانتليجنس، المستوى الذكاء. كرمال هيك بتلاقي في كثير اشخاص بيفضلوا الكلاب متعبين اكثر. نعم. وبالتالي ريوردنج، يعني عندهم مكافاه عم بيطلع لهم من الكلب اكثر من البسينه. أوكي. في اشخاص بيكتفوا بتفاعل البسينه، اقل شغل واحيانا لون ومبسوط، بس نفس الوقت بيكتفوا البسينه لما بدها هي بتجي لعندهم. انا بكتفي بهالشيء ما بيأثر، بس في ناس لا، يعني بدهم تفاعل وانتراكشن من الكلب، بقولوا انا مستعد اشتغل له اكثر للكلب، مستعد مشي يوميا طبعا، ومستعد اعمل له كل هالاشياء، بس بده شغل اكثر من البسينة على الاكيد. على الاكيد. على كل حال يعني انتبهوا لكان الكلاب يكونوا بسيناتكم من ضربات الشمس ومن الشوبات اللي نحن هلا عايشينها. اكيد. ونحن ننتبه على حالنا كمان. كمان طبعا. دخيلكم. وشو كيف البيبي؟ البيبي بجنن. يلا هلا هالاسبوع رح نعرف اذا بنت او صبي. انا بعرف شخصيا، بس في عندي كمان هيك جندر ريفيل فيديو كمان. أوكي. على اليوتيوب شانل تبعيتي هلا. أوكي. بس مفاجاه، يعني حتى اهلاتي ما بيعرفوا، بس انا وجوزي والدكتور بنعرف. اوكي. فيلي بده يفوت يحضر هالاربعاء. انا وقت حضرت قلت لك، بس قلت لي بجاوبك بعدين اذا صح او لا. ايه هلا ما بعرف، انت قلت لي وقت حضرت انه بنت، انت قلت لي هيك بتقول. ايه. اوكي.
في كتير اشخاص عم بيتحذروا لنشوف اذا معهم حق او لا. بعد مصر فالفيديو الجاي او لا الفيديو الجاي رح يكون البنت او الصبي. ما بيقول اللي بتتحلى بتجيب بنت؟ بتحبي حامض ولا الحلو؟ هلا انا حاليا عم بحب الحامض. اوكي بعدني مصير بنت ما بعرف اولاك الا اذا انت بتكوني غير شيء يعني انت استثناء وخلص. لكن بتعرف شو الحلقه الجاي بنكون عرفنا. جريت. الحلقه الجاي بنشوف اذا معك حق ولا لا يا جوزيف. سيم شو عندك ولي العهد موجود الله يخليك. ايه تسلم. ايه عندي كينو عمره سنه وعشرة اشهر اوريدي وراح يكون خيي كبير. جريت ثانك يو سيم. ثانك يو لك. شو بدنا كنا نعمل هلا وين بدكم نروح؟ مش غلط بريك يلا ناخذ بريك.